بريميتي الاول شنو عندنا؟ عطاونا في الكاس معدل ديكارتي ديالها هي اكس في 2 زائد اي اوس 2 زائد زد اوس 2 ناقص 2 اكس ناقص 4 زد زائد 1 تساوي 0. وعطاونا مستوى معدل ديكارتي ديالو هي 2 اكس زائد اي زائد 3 تساوي 0. دونك السؤال الاول قال لك بين ان الماركس الفيلكا هي النقطه اوميغا وان الشعاع ديالها هو اف تساوي 2. دونك السؤال الاول لدينا دونك اول حاجه غنكتبوا معدل ديكارتي ديال الفيلكا اللي هي شحال اكس اوس 2 زائد اي اوس 2 زائد زد اوس 2 ناقص 2 اكس ناقص 4 زد زائد 1 تساوي 0. دونك هنا باش نلقاو اوميغا والشعاع اما نشوفوا الطريقه ديال المستبقات الهامه ولا نستعملوا الخاصيه اللي وريتكم في واحد الجزء اللي تكون الطرق. دونك انا نستعمل الخاصيه اللي سهله. دونك لدينا ا تساوي بي تساوي سي تساوي دي تساوي ا شكون هي؟ هو العدد اللي لاصق مع الاكس دونك هو ناقص 2. تناخذ العدد مع الاشاره ديالو بي شكون هي؟ هو العدد اللي لاصق مع اي غنشوف هنا ما نلقاش اي دونك بي هي صفر. سي هو العدد اللي لاصق مع زد زد اللي لاصق معاه هو ناقص 4 ودي هو العدد اللي ما لاصق مع حتى حاجه اللي هو 1. اذا نكتب المركز في الكا اس هو اوميغا ونكتب القاعده. القاعده تيقول لك الافصول هو ناقص ا على 2 الاورثو هو ناقص ب على 2 والانسب هو ناقص سي على 2 حيث ا و ب و سي هما اللي كاينين هنا. دابا غير غنعوض اي اوميغا هي يلا نحسبوا ا هي ناقص 2 ناقص مع ناقص غتمشي شو غتبقى ليا 2 و 2 على 2 هي 1 ب هي 0 صفر على شي حاجه تتبقى صفر صفر على 2 هي صفر و سي شحال هي ناقص 4. اول حاجه غنتهنا من الاشاره ناقص مع ناقص مشات غتبقى لي 4 4 مقسومه على 2 هي 2 وحنا لقينا اوميغا وبالفعل اوميغا هي اللي كاينه هنا ها هي 1 حتى هنا 1 0 و 2 دونك عندنا صحيح. اذا مركز الفلكه هو شعاعها هو يلا نكتبها ثاني القاعده ار تساوي جدل يلا باش ما تنساش القاعده ديما غندير ثلاثه المعقوفات ثلاثه الاقواس فيهم اوس 2 زائد اوس 2 زائد اوس 2 وناقص دي صافي اللي كاين هنا هما الاحداثيات ديال اوميغا. دونك شنو هو هنا ناقص ا نفس الترتيب ناقص ا على 2 وهنا ناقص ب على 2 وهنا هي ناقص سي على 2 ونعوض. دونك ما نمليش نحسب من الاول هاد ناقص ا على 2 هادي راه هي 1 دونك شنو غنلقاو هي 1 اوس 2 زائد ناقص ب على 2 شحال تساوي لنا 0 0 اوس 2 زائد ناقص تي على 2 شحال هي هي 2 دونك 2 اوس 2 ناقص دي دي شحال هي هي 1 سيبون نكتبو تساوي ونحسب 1 زائد 4 ديجا 1 مع 1 غتمشي شو غتبقى لنا 4 وجدر 4 شحال هو هو 2 سيبون وحصلنا على العدد اللي عطاونا هنا اغ يساوي 2. دونك نمشيو دابا السؤال الثاني اللي تيقول بين ان الفيلكا اس والمستوى بي تيتقاطعوش. دونك السؤال الثاني لنبين ان الفيلكا اس و بي لا يتقاطعان دونك اس تقاطع بي تساوي المجموعه الفارقه بمعنى ما تيتقاطعوش. دونك شنو خصنا نحسبوا المسافه ديما بقما يقول لكم يتقاطعان او يتقاطعان في نقطه او يتقاطعان وفق دائره خصك تحسب المسافه وتقارنها مع ايش مع الشعاع. دونك اول حاجه غنحسبها غنحسب المسافه. دونك المسافه بين اش بين المركز ديال الفيلكه اللي هي اوميغا والمستوى بي
دونك تساوي شنو نديرو هنا في الاول القيمه المطلقه ولتحت ندير الجذر دونك شنو ندير في الفوق تندير المعادله الديكارتيه لكن طاف الاول يعني بلا صفر دونك نكتب جوج اكس زائد واي زائد 3 بحيث هاد اكس واي شكون هما هما احداثيات اوميغا داكشي باش من الاحسن نكتب هنا اكس اوميغا واي اوميغا باش نعوضهم باحداثيه ديال اوميغا ولتحت تندير جوج وستنان اللي عندي لاصقه مع الاكس زائد اللي عندي لاصقه مع الاي شكون هي واحد انا واخا ما مكتوبش راه العدد اللي لاصق مع الاي هو واحد زائد واحد وستنان زائد العدد اللي لاصق مع زد زد ما عنديش دونك العدد اللي لاصق مع زد هو صفر صفر وستنان ونحسب دونك هنا قبل كاع ما نحسب خصني نعرف الفاصيله عشان نوصل بما ان قال لك المجموعه الفارغه بمعنى ما تتقاطعوش بمعنى المسافه داك العدد غادي يخرج لي هنا مازال ما عرفتش شنو يخرج لي خصو كيفاش يخرج لي خصو يخرج لي كبر من جوج خصو يخرج لي كبر من الشعره شي الا افتقيتي شي عدد صغير من جوج عرف راسك خطيتي هنا صافي يعني ترجع صحح لك شي فاش خطيتي دونك هي القيمه المطلقه دابا غنعوضو اكس اوميغا بالقيمه ديالها هي واحد واحد زائد ايغريك اوميغا شحال هي صفر ما عنديش زد اوميغا دونك غنكتب والو زائد 3 على جذر جوج جوج وستة هي 4 زائد واحد هي 5 دونك كنمسح كنمسح فيتي دونك تساوي جوج واحد جوج جوج زائد 3 هي 5 والقيمة المطلقة ديال 5 هي 5 على جذر 5 دونك كنزول الجذر دونك كنضرب هنا في جذر 5 ونضرب هنا في جذر 5 ديجا جذر 5 في جذر 5 هي 5 دونك هذه كلها غتمشي مع 5 شنو غيبقى ليا جذر 5 وجذر 5 مالها جذر 5 راه كبر من جوج راه باينه كبر من جوج اللي ما بانتلوش في حساب الكالكولاتريس جذر 5 راه كبر من جوج وجوج شكون هو هو الشعاع وجوج هو الشعاع التلفيلكه صافي توصلوا هذه المرحله تنقولوا ان هذه كبر من الشعاع نكتب اذا بي و اس لا يتقاطعان ممكن نكتب على الطريقه هكا اس تقاطع بي تساوي المجموعه الفارغ دونك في المثال الثاني شنو عطاونا عطاونا اس فيلكا مركزها اوميغا ذات الافصول صفر والانسوب واحد والانسوب جوج وشعاعها ار يساوي 3 و بي المستوى المعرف في المعادله الديكارتيه اكس زائد 2 ايغريك زائد 2 زد زائد 3 تساوي صفر السؤال الاول هو نحسبوا المسافه ياك وموراها نستنتجوا ان بي مماس للفلكه اس السؤال الثاني السؤال الثاني والثالث راه داروا علاش هي هذاك المماس اللي غيخرج لنا هنا الا سميناه النقطه ا اش خصنا نلقاو لها شكون الاحداثيات ديالها ديما اخر سؤال تيكون معلق بهاد نقطة التقاطع دونك السؤال الثاني هو حدد التمثيل البارامتريا للمستقيم دي المار من اوميغا والعمودي على بي السؤال الثالث هو حدد احداثيات تقاطع بي و اس هي هو تلاندي العزاز راه تم تتحطش اعتباطيا هاد السؤال الثالث اخر سؤال راه خصو يكون استنتاج الاسئله السابقه بمعنى السؤال الثاني راه خصني نستعملو في السؤال الثالث ديرها في بالك هاد القضيه هادي دونك كتبوا التمرين ياك وحاولوا تجاوبوا عليه وعاد دوزوا للحل دونك السؤال الاول طلبونا نحسبوا المسافه بين اوميغا و بي قبل ما نحسب المسافه خصنا نغش ماشي نغش نخدم عقلي شويه قال لكم مراد ثم استنتج ان هاد بي مماسه لي اس يعني تتقاطعوا في نقطه واحده تنعرفوا حنا باش تكون تتقاطع في نقطه واحده خص هاد المسافه شحال تخرج لنا تخرج لنا هي الشعاع هي 3 دونك انا غنحسب وفي شو خصني نصيب 3 دونك نكتب لدينا مسافه بين اوميغا و بي تساوي القيمه المطلقه الاول وتحت الجذر دونك كيفاش نكتبوها دونك هي اكس اوميغا زائد 2 ايغريك اوميغا زائد 2 زد اوميغا زائد 3
غتنكتبو المعادلة مغير الصفر على واحد أس اتنان العدد اللي لاصق مع الإكس زائد جوج أس اتنان زائد جوج أس اتنان تساوي. دابا شنو غنديرو؟ غنعوضو إكس وإيكغاك وزاد إحدى سياس أوميغا. دونك هي صفر زائد جوج في واحد زائد جوج في جوج زائد ثلاثة على جدر كنحسبوها. ربعة زائد ربعة ثمانية زائد واحد سعود. إذا تساوي دونك هنا جوج وهنا أربعة وهنا ثلاثة. دونك هي سعود على جدر سعود. دونك شنو غنديرو؟ هاد سعود جدر سعود غنضرب هادي في تسعود. المهم عندكم بزاف الطرق كتحسبوها. هادي غتمشي مع هادي. شنو غتبقى ليا؟ جدر تسعود وجدر تسعود هي ثلاثة. دابا حنا شنو درنا؟ لقينا المسافة ومزيانة لقيناها صحيحة حيت خصها تخرج لنا ثلاثة. دابا نصوبو السؤال الثاني اللي هو ديالاش؟ الاستنتاج. يعني قالك استنتج أن بي مماسة للفيل كأس. قبل الجواب شنو غنديرو؟ غنكتبو لدينا المسافة بين أوميغا و بي تساوي ثلاثة ومنحبش. وهاد ثلاثة شكون هي؟ هي إر. إذا بي مماسة للفيل كأس. هاكا نكون رجعت لهم الجملة ديالهم. يمكن لكم ديرو تكتبو ديرو تبريسيسو كتر. مماسة للفيل كأس في النقطة نسميها أش. هاديك أش أصلا عرفوها. أش شكون هي؟ هي المسقط العمودي ديال أوميغا على المستوى بي. أش المسقط العمودي لأوميغا على المستوى بي. هادشي لابد خصكم تتعرفو باش تعرفو تجاوبو على السؤال الآخر. واحد الملاحظه نقولها لكم التلاميذ ديال العزاز. اول حاجه ملي توصلوا هاد المسافه وتحسبوا ثلاثة عندكم ترجعوا تسقطوا تكتبوا اذا بي هي مماسه للفيل كاس. حتى تكون رجعتي له غير رجعتي له غير الجمله ديالو. هو خصو ينقطع على جوج نقاط. خصو ينقطع لك على جوج اسئله. السؤال الاول هي المسافه والسؤال الثاني هو الاستنتاج. ملي تجاوبني شال مور هاد ثلاثة تولي تنقطع لك على سؤال واحد حيت تقدر كاع ما تبانلهش. صافي دونك ديما فرق بين سؤال وسؤال. فاش في الوطني في المصحح يتبان لك هذاك النقطه على هذه ونقطه على هذه. دونك السؤال الثاني عطاونا نحدو تمثيل بارامتري ديال واحد المستقيم دي مار من اوميغا وعمودي على المستوى بي. دونك خصنا تعرفوا نتوما في التمثيل البارامتري خصنا جوج حوايج. خصنا نقطه. النقطه هي كاينه. شكون هي؟ هي اوميغا. وخصنا متجهه موجهه. واش هنا كاين شي متجهه موجهه؟ ما كايناش. دونك اون فوا نخرج المتجهه الموجهه صافي غنلقى التمثيل بارامتري. دونك كيفاش نلقاوها؟ خصنا نرسمو واحد الشكل بسيط باش نعرفو شنو غنديرو باش بلا ما نحفظو الدرس. ها هو المستوى بي. صافي ها هي اوميغا في شي حاجه هنا. صافي هادي اوميغا وهادي بي. دونك شنو هما قالولنا؟ قالولنا المستقيم دي مني كاين تي مور من اوميغا ممكن يمر هكا ممكن يمر هكا ولا يني راه عمودي على بي. دونك بزز منو خص يجي هكا عمودي على بي. دونك هذا هو المستقيم. هذا هو المستقيم دي. صافي شنو بغينا نخرجوا ليه؟ بغينا نخرجوا له المتجهه الموجهه. مي حنا تنعرفوا المتجهه المنظميه ديال بي شكون هي؟ هذه راه متجهه منظمية نسميها ان. تنعرف الاحداثيات ديالها ملي تنخرجوها. تنخرجوها من المعادلة الديكارتية شكون اللي وليت لكم في الاجزاء السابقة. المتجهة المنظمية ديال بي تنخرجها من المعادلة الديكارتية. الاوفصول هو العدد اللي لاصق مع الاكس اللي هو واحد. الاورتو هو العدد اللي لاصق مع الايكغاك اللي هي جوج. والانسوب هو العدد اللي لاصق مع زد اللي هو جوج. صافي ها هي المعادلة المتجهة المنظمية. ما ننساش السؤال ديالي شنو نقلب على المتجهه موجهه. والمتجهه الموجهه شكون هي؟ هي متجهه كي دايره موازيه هي الحامل ديالها لموازي للمستقيم دي. ممكن نقولوا انها متجهه موازيه للمستقيم دي.
واحد المتجهه موازيه لمستقيم تي. واش تبان لكم شي متجهه موازيه لمستقيم تي؟ امتى تبان لي شكون هي؟ هي ان. صافي، اذا ان راها متجهه موجهه. دونك هادشي اللي كاين هنا في الشكل نكتبوه بالكسارة، حيت نعرفو حنا الا كان واحد المستقيم، الا كانت هادي عموديه على هادي وهادي حتى هي عموديه على هادي، دونك هادو كي غيكونوا متوازيين. دونك نكتبو لدينا بي، لدينا دي، نكتبها بالرموز دي عموديه على بي. سي بون، لدينا دي عموديه على بي. اذا المتجهه هيا دونك لدينا دي عموديه على بي، اذا المتجهه المنضميه على بي مالها؟ راها متجهه موجهه للدي. اذا المتجهه المنضميه اللي هي ان، كتبها دقه واحده، دات احداثيات واحد جوج جوج، مالها؟ موجهه للمستقيم دي. صافي، دونك احنا لقينا متجهه موجهه، شنو خصنا؟ خصنا نقطه. دونك كنكتبو بما ان اوميغا دات الاحداثيات صفر واحد جوج تنتمي لدي، فإن تمثيل بارامتري لدي هو دي دو بوان. نحل لما نكتب هنا اكس ايغريك زد. شوف راه قبل ما نكتب تمثيل بارامتري لا بد في الاجابه ديالي نقول قلتلو شكون هي المتجهه الموجهه، ونكون قلتلو النقطه تنتمي للمستقيم، جوج بهم عاد تجي الاستنتاج. اذا اكس تنكتب عاد شنو تندير هنا؟ زد تي، اي نخلي لها واحد البلاصه هنا، زد واحد العدد ندور في تي، زائد عدد هنا ندور في تي، زائد عدد هنا ندور في تي، وندير هنا بين قوسين تي تنتمي الى اخ. هادو اللي كاينين هنا هما النقطة، إحداثيات النقطة أوميغا، واللي كاين هنا هما إحداثيات المتجهة الموجهة. دونك غنكتب هنا صفر واحد جوج، واللي هنا تي الموجهة، الموجهة شكون هي؟ هي إن. دونك هنا واحد جوج جوج، ونحسب صفر متنكتبوش، دونك غنزول صفر، واحد تي شحال هي؟ هي تي. هادي غتبقى هي هاديك، وجوج زائد جوج. حنا لقينا تمثيل بارامتر. دونك وصلنا للسؤال الاخير اللي هو حدد احداثيات تقاطع بي و اس. اللي باش فهمت التمرين راه غادي متسلسل. الى عقلتو في الاول شنو استنتجنا؟ استنتجنا ان بي راه مماسه لي اس. دونك لدينا هاهي بي مماسه لي اس، بغينا نكتبها بالرموز اللي معنا بي تقاطع الفلكه اس تتقاطع مماس، بمعنى تتقاطع في نقطه واحده، تساوي المجموعة اللي فيها نقطة وحدة. ديك النقطة الوحدة راه سميتها لكم في السؤال، إلا رجعتو للسؤال الأول راه سمينا شنو سميناها؟ سميناها أش. فهمو؟ دابا شنو طالبين منا؟ طالبين منا نحدو إحداثيات ديال من؟ ديال أش، حيت أش هي نقطة التقاطع ديال بي و إس. فهمو؟ دونك إلا مصناش واحد الشكل ما نعرفوش نحدو الإحداثيات، بيان سو هنا غادي تحفظو الطريقة دابا تفهموها. دونك شنو غنديرو؟ ها هي الفلكة، باش عارفو شنو لقينا في التمرين كامل وشنو لقينا. دونك عندنا واحد الفلكة هي المركز ديالها شحال هو؟ أوميغا. صافي، وعندنا واحد المستوى بي، لقينا كي داير؟ لقيناه مماس، بمعنى تيتقاطعو في نقطة وحدة. هاهو واحد المستوى بي تيتقاطعو لنا في نقطة وحدة، ديك النقطة هي المسقط العمودي لأوميغا على أش. هادشي كلو شرحتو في الجزء السابق. صافي، موراها شنو عطاونا؟ دابا حنا غنستعملو الأسئلة كاملة. عطاونا دي مستقيم دي، صافي، الما من أوميغا والعمودي على المستوى بي، هذا هو المستوى بي، وهذه هي الفلكة إس. عطاونا واحد المستقيم دي، العمودي المار من اوميغا والعمودي على بي. دونك اوتوماتيكمون هاد دي غيدوز من اوميغا وغيدوز نتا من اش. صافي، هذا هو المستقيم
دي. دونك شنو لقينا؟ لقينا هاد اش هاني راه كاينه في المستوى بي وكاينه في الفلكه وكاينه حتى في المستقيم صافي. دونك اش اذا دونك حيت ما يمكنناش نرسمو هذه في الوطني ولا في الفرد شنو نكتبو؟ لدينا دي مالها عمودي على دونك نكتبها بالرموز. لدينا دي عمودي على مستوى بي ومار من اوميغا. لا درس نقول مار من اوميغا حيت عمودي على مستوى بي يقدر يكون هنا. دونك مين تيكون مار من اوميغا اوتوماتيكمون بزز منو خصو يدوز لنا من اش. اذا اش فين كاينه؟ اذا ولات اش كاينه في المستقيم دي وكاينه في الفلكه وكاينه في المستوى. ولكن ناخذ المستقيم والمستوى. اذا مستوى بي تقاطع المستقيم دي تساوي النقطه اش. هادشي راه واضح من الشكل. علاش خديت المستوى؟ علاش خديت المستقيم وخديت المستوى هنا وما خديتش هنا المعاد الفلكه؟ علاش ما خديتش هنا الفلكه؟ غنقول لكم علاش. حيت نقول ان هذه تقاطع تساوي لنا هذه تتولي لي هاد اش هاد النقطه اش تتحقق لنا التمثيل البارامتري ديال المستقيم دي وتتولي تتحقق لنا المعادله ديكارتيه. والمعادله الديكارتيه فيها هي اكس واي وزد. دونك النظمه ساهل نخرجها. اما الا خديت الا خديت الفلكه اس غنلقى المعادله الديكارتيه شنو فيها؟ فيها اكس وتي 2 زائد اي وتي 2 زائد زد وتي 2 زائد تساوي صفر. شكون اللي حسن؟ تاخذ ا اكس زائد بي اي زائد سي زد زائد دي تساوي صفر. واش تعوض هنا ولا تعوض هنا؟ راه العقل تيقول لك اللي ساهله تعوض هنا حيت هنا فيها اكس واي وهذه راه فيها صعيبه اكس وتي 2 زائد وتي 2 زائد زد وتي 2. دونك هي اللي خيتي فيهم راه صحيح راه تخرج لك التمرين. اي هنا غطول عليك الطريق ياك وتخطا فشي مرحله وهنا غتقصر عليك الطريق. دونك من الاحسن ناخذ المستقيم والمستوى بي. دونك هنا غنكونو زولنا على الفلكه. سي بون وصلنا لهاد المرحله هادي تنستنتجو ان اش تحقق لنا تمثيل البارامتر تحقق لنا المعادله ديكارتيه. اذا ها هي اذا غنكتب واحد اللمه صافي ونكتب هنا التمثيل البارامتري اكس تساوي اي تساوي زد تساوي ونكتب هنا المعادله ديكارتيه اللي هي اكس زائد 2 اي زائد 2 زد زائد 3 تساوي لنا صفر. دونك اكس هي تي اي هي 2 تي زائد 1 او 1 زائد 2 تي بحال بحال المهم. وهنا 2 تي زائد 2 صافي بين قوسين تي تنتمي الى اخر. سيرو قلنا اش بمعنى هاد اكس واي وزد راهم احداثيات ديال من ديال اش اكس اش اي اش زد اش وهنا اكس اش اي اش زد اش. سيرو موراها نكتبو اذا ديما نفس الطريقه. شنو غنديرو هاد المعادلات هادو اللي كاين هنا تنعوضوهم هنا صافي وتنخرجوهم. دونك اكس اش شحال هي تي زائد 2 نضربها فاش في اي اش اللي هي 2 تي زائد 1 زائد 2 نضربها في زد اش اللي هي 2 تي زائد 2 زائد 3 تساوي لنا صفر. اذا يلا دابا نشرو تي زائد 2 في 2 4 تي 2 في 1 اللي هي 2 زائد 2 في 2 4 نضربها في تي زائد 2 في 2 هي 4 زائد 3 تساوي لنا صفر. دونك غنحسبو دابا اللي فيهم تي هي الاولى 4 تي زائد 4 تي 8 تي زائد تي هي 9 تي تمام. دابا العدد اللي ما فيهوش تي 2 زائد 4 6 زائد 3 9 تساوي صفر. دونك هنا تعطيني
ان تي تتساوي لنا تسعود تمشي الطرف الاخر تجي ناقص تسعود ومن نقسم على تسعود تجي لي ناقص واحد اذا تي تساوي ناقص واحد غنعاودها الا خدينا طرح بي كتبنا اس هي صحيحه هنا شو غنديروا مع الديكارتيه ديال فيلكم ديجا ما عندناش في التمرين تلقاها ومنين غتكتبها ما يخرجلكش تي ما يخرجلكش مجهول من تي يخرجلك تي و تي تنام غتخرجلك معادله بدرجه ثانيه وتحس تحسب ديال طا وبزاف الحوايج غطوعي الطريق داكشي تناخذو ديال بي باش يخرجنا غير تي وديما وخلاص ديما ناخذو التمثيل بارامتر صافي لقينا تي تساوي ناقص واحد مزيان دابا شنو بلات نديرو غنمشيو لهنا اكس اش ونعوضو تي بناقص واحد ايغيك اش نعوض تي بناقص واحد زيد اش ونعوض تي بناقص واحد وغنلقى احداثيات النقطة اش ومن هو يلا شحال هي اكس اش شحال تساوي لنا تي وشحال هو تي ناقص واحد ايغيك اش تساوي لنا جوج تي اللي هو ناقص واحد دونك هي ناقص جوج زائد واحد فما نضيعو الوقت ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد دونك و زد اش تساوي جوج في تي اللي هي ناقص واحد دونك هي ناقص جوج زائد جوج ناقص جوج زائد جوج تساوي صفر ومن هو احداثيات تقاطع بي و اس هي بغيتي تسميها اش بغيتي تخليها بلا اش ماشي مشكل المهم حنا ديجا سميناها اش تمرين قالك اش اللي هي شحال ناقص واحد ناقص واحد صفر وانت تكون دابا كملتي تمرين لاحظ ان هاد الاسئله راه كيتعاودوا في الوطنيات راه اللي زوين في الهندسه الفضائيه واللي افونتاج كبحال شي كادو في الباك ان الهندسه الفضائيه تتعاود اذا خدمتي غير التمرين جوج ثلاثه ثلاثه الحالات اللي كاينين كاع اصلا في الهندسه الفضائيه الا خدمتيهم داك النقيطات ديال في الوطني غتربحو ما غتضيعوش فهموا الى تلامي العزاز سرينا هذا الجزء هذا نتمنى يكون تكونوا فهمتوا مزيان واللي ما فهمتش يكتب تعليق انا ما فهمتش الحاجه الفلانيه باش مين نخدم معكم الوطنيات ان شاء الله نزيد نركز على داك لي شوز ما تفهموش باي باي.